Coucou les amis, salam alaikum. Kanti naskunu kulkum bikhir wala khair. غادي تقولوا غبورات هذه. انا صراحه الله غبورات شحال هذه ما صورت فيديو ونسيت حتى كيفاش نتعامل مع الكاميرا وكيفاش نصور فيديو مي سي با غراف. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. بغيت نجي ندير لكم هذا النهار واحد الفيديو اللي صراحه الله نتوما اللي طلبتوه باسكو كيجوني بزاف ديال لي ميساج في انستغرام كيطلبوني الناس بحال دابا كيسولوني مين شريتي السروال مين شريتي هاد لاغوب ساره مين شريتي الجاكيت وشي ناس واحد اخرين كيقولوا لي صراحه ما ديريش هول فاش تشري شي حاجه تحطها لنا في يوتيوب و dernièrement شريت شي حاجات من زارا قلت علاش ما ندير لكمش زارا هول هنايا كوم سان بارطاجيها معكم وفي نفس الوقت هادشي اللي شريت من زارا مازال كاين في زارا يعني يمكن تعجبكم شي حاجه وتمشيو تشريوها تقدروا تانسبيراو مني بون غادي نبداو دابا نو صراحه هاد قبل ما نوريكم هادشي اللي خديت بغا نقول واحد الحاجه مهمه بزاف زارا يو نيد تو ريلاكس صراحه الله زارا خاصها تكالما شي شويه لان انا قربت نعلن الافلاس ديالي ميمكنش تدخل زارا وما تكون باغي تشري حاجه نو مستحيل خاصك تشري هادي وهادي وهادي كلشي زوين في زارا كلشي زوين عرفتي كنوريكم دابا دايره دي تروك في لو سيت ديال زارا الشاريو ديالي عامر لي فريمون عامر باسكو اي حاجه كتعجبني كنحطها في الشاريو اي حاجه كتعجبني كنحطها في الشاريو هادشي اللي بغيت نقول ليتس ستارت غادي نوريكم لي زاشار اللي عندي في هذا غادي نبداو بالبازيك بيان سور هاد لا كولور كود فوتر صراحه هاد لا انا هاد لا كولور هادي كتحمقني اون بليس هاد لي بول هادو لي بول بازيك ديال زارا عندهم كاع لي كولور كيكون عندهم في كل عام كيكون عندهم هاد لي بول هادو بازيك صراحه هاد لا ما كتندمش ملي كتشريهم و لا كاليتي ديال التوب ديالهم زوينه انا مجرباهم ومعاوده كنصبن ونعاود ما كيتبدل فيه حتى شي حاجه غير ما هادو كيجيو شي شويه قساورين ماشي من الاخر اللي طوال كيجيو شي شويه قساورين مي فريمون زوينين بزاف والبري ديال هذا خديته ب 17.95 ما كتشوفوا لا كولور زوينه لا كاليتي ديالو فريمون زوينه انا عارفه بان ماشي كلشي كتعجبو هاد لا كولور هادي مي هاد لي بول هادو موجودين في كاع لي كولور في زارا كاين دابا جو بونس كاين الروز فليو كاين نوار بيان سور لو بلان بون كاين بزاف ديال الالوان وهادي يمكن لكم تلبسو مع اي حاجه يمكن لكم تلبسو مع ان ليغينز نوار مع ان شورت دي كويسارد يمكن لكم تلبسو مع ان جوب ومن المونطو من الفوق المهم كلكم تلبسوا مع اي حاجه هذا كي هاد لي بول هادو هما اللي كينقدوا الاوتفيت هما هاد لي بول هادو بون هذا كان الاول ندوزو دابا لدوزيام ارتيكل حاجه ثانيه اللي كنت من زارا اللي هو هاد السروال ديال الجلد وما كايناش شي بنت ما عندهاش ليغينز ديال الجلد ضروري هاد لي بونطالون ديال الجلد صراحه الله بارمي لي بازيك الحاجه الضروريه والاساسيه والاول اولويه اللي كتكون عند كل بنت وما هاد السروال ديال الجلد هاد السروال هذا خديتو حيت لو تيكي ما عنديش بون كنكون خديتو 29 اورو ما المهم ما فايتش 30 اورو لو ليغينز فيه سنيسلا هنايا في الجنب في الرجل كيف ما كتشوفوا وبالنسبه لكيفاش تلبسو يمكن تلبسو مع دي زيسبادري وجاكيت من الفوق تلبسو مع 3 كار مونتو 3 كار ودير معاه دي بروتكان دي دومي بوت يجيو صراحه هذا صباس بارتو حتى هادو انا دي فوا كنلبسهم مع هودي ودي زيسبا دي فوا كنلبسهم مع دي بروتكان ان 3 كار كيف ما بغيت نلبسهم المهم عندكم لو شوا دي فوا مع دي جاكيت قصار و ان تروك طويل ان شوميز دي فوا مع ان شوميز اه دابا تفكرت ميم مع دي شوميز تجي متخلى شوميز من الداخل ومن الله تبقى خارجه بون هاد لي ليغينز ان جينيرال باس بارتو هذا صراحه الله كتلبسوا مع اي حاجه كي بحال الشكل ديال البول اللي وريتكم في الاول بحال تيل ماي سيلف
ودابا غادي نوريكم حتى شي حاجه شريتها من زارا. سوربريز ليغينز في النوار تقريبا بحال ليغينز ديال الجلد اللي وريتكم، غير هذاك ديال الجلد وهذا التوب ديالو ديال النيلون الاستيك، حتى هو فيه سنيسلات لتحت في الرجلين ديالو، حتى هو فيه سنيسله. هذا كان كيدير 30 اورو، خديته في البروموسيون، خديته ب 15.90 يعني 16. صراحة الله تاوى بخاتيك. هنايا السنطة ديالو في إلاستيك، جاية فيها الإلاستيك بحال هكا كيف ما كتشوفو، وحتى هو بازيك تاوى كتلبسو باسباختو، كتلبسو مع شحال من حاجة كيجي زوين. فيه هنايا الجويبات، معرفتش كيبالكم ولا لا، مي الجويبات خصني نحلهم. ألوغ هنايا دابا كنت كنقرا شنو مكتوب هنايا، هنايا تيك ليغينز كاتبين عليهم هنايا كوم كوا، بقيتوني كنقرا كوم كوا، وخا طيح عليه الشتا ولا يتفزك بالماء ما كيدخلش الماء، امبيرميابل وصافي. كيف ما قلت لكم هذا كان كيدير 30، خديته ب 16.95، خديت ام و بون. واحد الحاجه باغا نقولها مهمه بزاف، وانني عندي بزاف ديال لي ليغينز في النوار، عندي بزاف السراول في النوار لدرجة حيت كنلبسهم بزاف، وكنوصل لواحد الوقت كنقول لك مالنا سي صحاب لو ما كنبدلش لي ليغينز، ما كنبدلش السروال، كنلبس دائما نفس السروال. مينا انا كنشري بزاف ديال لي ليغينز في النوار، ما عرفتش كنحماق على النوار، انا اصلا ديجا النوار كنحماق عليه، حيت حتى السروال النوار لي ليغينز سورتو في الشتا وفي البرد كيكونوا براتيك، يعني معايا شنو ما لبستي مع ابري كيجي ساهل، يعني باس بارتو. دابا انا جو بونس كنوريكم البازيكس بعدا، الحاجات الاساسيه والضروريه اللي خاص كل بنت تكون عندها، وما لي كولمونتي ولي ليغينز، هادو بعدا جوج حوايج بازيك عندنا حنا البنات. وبالنسبه نعاود نقول على لي بونطالون، كلنا عندنا 10 ديال السراول، 10 ديال لي ليغينز كحل. ودابا غادي نوريكم لو كو دو فودغ ديالي واحد الحاجه ما كنتش كنتوقع انني غنشريها، مع العلم انني كنت كنشوفها في انستغرام، كيطلع لي في اكسبلور في انستغرام بزاف ديال الناس شارينهم ولابسينهم، وفاش لقيتها اسييتها قلت علاش ما ناخذهاش، اصلا زوينه ولقيتها سولد، لقيتهم ناقصين منها 50%. هي هاد لا شوميز، هادي دوك لي شوميز مونتو، لي شوميز مونتو اوفر سايز، خديت ال باسكو انا لي طاي كبار كيعجبوني في هاد لي ستيل هادو ديال هاد لي شوميز طوال، كو سوا دي شوميز قصار كيعجبني دائما ناخذ طاي كبيره باسكو كيجي طرو ستيل، يمكن لك تلبسيه مع اي حاجه، يمكن لك تحكمي في كيفاش تابيني كيفاش تلبسيه. ما عرفتش شرحت لكم مزيان ولا لا. بون هادي كانت كدير 60 اورو، خديتها انا ب 30 كيف ما كتشوفوا هنا. هي صراحة الله جاية بهاد هكا كابيش هذا، انا صراحة الله جو بونس غادي نحيدو، ما غاديش نلبسها معاه باسكو ما عجبتنيش بزاف بيه، مي بون جو فوا، انا مازال ما عرفت كيفاش غادي ندير لبسها، مازال ما فكرتلاش مزيان كانت تلبس. اهم حاجة هو التيسيو ديالها زوين سخونة ورطبة وديال البرد، يعني يمكن تلبسها غير بوحدها، تلبس تحت منها شي حاجة سخونة وتلبسها بوحدها تجي زوينة، تجي مع دي بغوطكان تجي زوينة، مي مع دي سبا تجي زوينة. بون خليني نفكر مزيان كيفاش غنلبسها نوريها لكم، مي زوينه بزاف. كاينين حتى في اش اند ام هادو، كاينين في مونغو جو بونس، كاين اللي فيهم كولور اونيك، فيهم بحال دابا اما بيج اما مارون، مي صراحه الله صابو لكم البنات، هادو فريمون زوينين بزاف وبراتيك.
d'abord je vais vous montrer le petit sachet. Alors عندي واحد لو كود دو فوتر هذا لو ساشي صراحه الله يعني هادشي كامل شي زوين مي هذا سي مون كود دو فوتر هاد لا شوميز هادي حمقتني بزاف سامبل حتى هي بازيك مي جاي داك لو ستيل ديالها ماسكولين رجالي خلاص صاحبتي قالت لي واش نعطيك لا شوميز دراجلي بلا ما تشريها لي نعطيك لا شوميز دراجلي الوغ هاد لا شوميز هادي سي مون دوزيام كود دو فوتر لي زامي اتونسيون بون حتى هي خديتها اون بروموسيون كانت 30 اورو خديتها ب 15 كما كتشوفوا هنايا ما عرفتش كيبان لكم ولا لا هنايا خديتها ب 15 الوغ هاد لا شوميز تلبسوها مع اي حاجه تلبسوها كيف ما بغيتو فوزيت ليبر بون لي زامي كيف ما كتشوفوا راها طويله و اوفر سايز حتى هادي كبيره في لاطاي ديالها وزدت انا نو خديت ام صراحه لقيت غير الام باسكو مسولديه ما بقاش منهم بزاف لقيت الام خديت الام مي كون لقيت الال كون خديت الال باسكو كيف ما قلت لكم قبيله كل ما كانت لاطاي كبيره كتعجبني كيعجبني لارتيكل بون كيف ما كتشوفوا طويله من القدام ومن اللور فيها هاد الجنيبات بحال هكا هاد لو ستيل هذا اصلا ديال لي شوميز بحال هكا تلبسوه مع اي حاجه يجي زوين يمكن لكم تلبسوها مع تلبسوها تخليوها مطلوقه بحال هكا وتلبسوها مع ان ليغينز ديال الجلد ولا ليغينز عادي يمكن لكم اوسي تلبسوها مع شورت ودي كويسار مع ان جوب وتدخلوها فيها كتدخلها شي شويه من القدام يمكن لكم تلبسوها مع دي بونتالون تاي اوت تا ما يجي معاهم زوينين دي جين و سي تو انا صراحه لا لي شوميز جادور كيف ما كتشوفوا هادي ان فيت هادي لا كوليكسيون قديمه ديال زارا مي حتى هادي كنت خديتها من زارا كوليكسيون قديمه المهم باين شحال كنبغي لي شوميز نو قولوا ما كنبغيش لي شوميز لا شوميز قولوا ما كنبغيش لي شوميز غادي نوريكم اخر حاجه نو ماشي اخر حاجه ما قبل الاخر حاجه ما قبل الاخر هي هاد لو ثوازيام كود فوت طبيعه الحال ستيل شوميز الوغ هاد لا روب هاد لو بيتي بيجو هاد لا روب الغزاله الواعره بون ما غاديش تبان لكم هكا صراحه هاد ما غاديش تبان مزيان في هكا كيفاش كنوريها لكم مي غادي نقيسها وغادي تشوفوها هاد لا دلا روب شوميز لي تيسي ديالها كارتي طب وفيها لي موتيف بالدوري كتشوفوا هانتوما لو كول لو كول ديالها صراحه هاد لا لو تيسي ديالها رطيب وخفيفه يعني يمكن تلبس دابا في البرد تلبس مع دي 3 كار من الفوق دي مونتو د الكاشمير ولا شي حاجه ممكن تكون سخونه يمكن تلبسها في الربيع و جو بونس ميم في الصيف بالنسبه للمدن تيكونوا شويه مبردين مزيونه بزاف يمكن لكم تلبسوها مع سمطه ديروا معها سميطه ودي كويسار مع سبيبه بلا المهم نتوما يمكن لكم تلبسوها مع المهم يمكن لكم تلبسوها صراحه هضره مع اي حاجه دابا جو بونس ما باينه لكم حتى نقيسها وغادي تشوفوها مزيان كي غادي تجي وهي هابطه هكا سامبل وهنايا جايين فيها هاد لي بلي من تحت بون اذا اكت باسكو هادي نوار اذا اكت تبدل سي با غراف المهم انا نقيسها لكم حتى هذه خديتها سولدي كانت كدير 50 اورو خديتها ب 25 المهم درت لي زافير فهاد المره هذه درت لي زافير و اون بليس بار هازار ما كنتش عوانه نشري هادشي كامل كنت عوانه نشري وشريته بار هازار الوغ غادي نوريكم دابا اخر حاجه اخر حاجه وهاد اخر حاجه دابا راها مسولدي انا خديتها ما مسولدياش ودابا راها مسولدي يعني طيروا خدوها
صراحة الله مسول دين سيرشي ليهم غتلقاهم في لو سيت. انا البارح كنت كنقلب هكا في لو سيت ديال زارا ونلقاهم مسول دين قال لي فيهم اقل 30%. هما هاد لي بروتكان هاد لي بروتكان المانيفايك الواعرين بزاف هادو صراحة الله توب واعرين وكاتبين عليهم بانهم جلد بون جلد مي ماشي جلد الواو توب صراحة الله. هادو كنت خديتهم انا ب 80 اورو دابا دايرين فيهم دايرينهم ب 50 اورو جو بونس كيف ما كتشوفوا اسكم الله كنوريكم الصباط هذا ديجا لبستو في سيور هكا من القدام مي اون فري كتحلوا السنسلة كتلبسوه كتلبس براتيك يعني ماشي تبقى تشد في السيور السيور غير ديكور. المهم السنسلة هذا سا باس بارتو هاد لي بروت كان هادو صراحة الله كيسهلوا عليك شحال من اوتفيت تيسهلوا عليك شحال من حاجة كتبغي تلبسها نو هاد لي بروت كان بحال هادو ماست هاف كلنا خاصهم يكونوا عندنا باسكو كيسهلوا عليك شحال من اوتفيت كتبغي تلبسو كيسهلوا عليك وبراتيك والستيل ديالهم سبور و بون ماشي دائما سبور مي لو ستيل ديالهم باس بارتو انا المهم ديجا لبسو هو اللي بغيت نقول لكم الا بغيتو تمشيو راهم دايرين فيهم بروموسيون ب 50 اورو انا كنت خديتهم ب 80 مي سي با غراف ديجا لبستهم وهادو يمكن يلبسهم حتى مع لا روب لا روب نوار اللي وريتكم لي بات وندير دي كولون ولا روب حتى هما يجوا معاها زوينين و سي تو لي زامي هادشي كامل اللي شريت من زارا لي زامي وصلنا لنهايه ديال الفيديو كنتمنى هاد لي الحوايج اللي بارطاجيت معكم يكونوا عجبوكم و لي زيدي ديال لي اوتفيت كيفاش لبست الحوايج حتى هو يعجبكم ولا بغيتوا دي فيديو بحال هكا كتبوا لي في لي كومونتير لتحت وبالنسبه للناس اللي ما كيتبعونيش في انستغرام غادي نخلي لكم انستغرام ديالي هنايا ديروا لي فولو تبعوني انا كنكون اكثر في انستغرام ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي الى عجبكم فيديو بحال هكا ديال الهول خليو لي في لي كومونتير كوم سا باش كل مره نبقى نبارطاجي معكم اي حاجه عندي جيده نبارطاجيها معكم وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي بيزو باي باي.